صباح الخير والتفاؤل والسعادة والأمل على كل مشاهدينا ومتابعينا عبر شاشة النيل. الأخبار لقاء يومي يتجدد، وهذا الصباح مجموعة متنوعة من الموضوعات والأخبار، نتمنى إن شاء الله يا رب أنها تنال إعجابكم ورضاكم. صباح الخير يا عمرو. صباح الخير يا كريمة. صباح الخير مشاهدينا الكرام، يوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله، يكون مليء بالأمل والعمل وفقرات متنوعة إن شاء الله، نتمنى أنها تحوز رضا حضراتكم. في الحقيقة بنبتديها طبعا الألعاب الإلكترونية وخطرها طبعا على الأطفال الصغار. في الحقيقة ده طبعا مشكلة كل بيت، يعني كل بيت عنده هذه المشكلة، ان هو سيب التليفون، بلاش تلعب كتير على الموبايل، بلاش تمسك التابلت. في الحقيقة ده طبعا يعني اكتر حاجة بتحصل يا كريمة دايما بنتكلم فيها. صحيح. والاخطار كمان الخاصة بيها يعني، او نقول له امسك التابلت وبعد عننا يعني هي دي المشكلة الاكبر الحقيقة. طيب التعليم بتحذر طبعا بشكل كبير جدا من استخدام الالعاب الالكترونية الخطيرة كمان على وجه التحديد بالمدارس، ده هيكون موضوع من الموضوعات اللي بنتكلم فيها النهارده ان شاء الله. صحيح. ومن بين حواراتنا كمان خبر ايجابي جدا، وللاول لاول مره يكون منذ 17 عام 7 مواقع مصريه في قائمه التراث العالمي، هنفرد مساحه اكبر للحوار حول هذا الامر، نتعرف على هذه المواقع والقيمه التسويقيه والترويجيه لوجودها على مواقع التراث العالمي. ده طبعا غير متابعتنا الاساسيه من خلال جولاتنا الاخباريه مع مراسلينا، كمان قراءه لاهم الصحافه وعناوين الصحف الصادره صباح اليوم. مش عايزين كمان ننسى الوقفه الرياضيه والوقفه الاقتصاديه، ان شاء الله لهم نصيب معانا باذن الله في البرنامج هذا الصباح. اكيد بعد الفاصل هنروح لحضراتكم وبقى مختار من الاخبار، ابقى معنا على شاشه النيل. صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. النهارده هنتكلم عن عنصر مهم جدا في عناصر اللياقه البدنيه، عنصر الموبيليتي. ايه هو الموبيليتي؟ هي الموبيليتي دي عباره كل مفصل بيبقى ليه مدى حركه بيتحرك فيه. المدى الحركي ده احنا لما بننميه بنقلل من احتماليه اصابه المفصل او احتماليه اصابه العضلات. النهارده هنتكلم عن اهم حاجه هي الشولدر موبيليتي. هوريكم بعض التمارين الشولدر موبيليتي اللي هتساعدكم، ممكن تسخنوا بيها قبل التمرين وممكن تستخدموها في تمرينكم، هتساعدكم ان انتوا كتفكم يكون احسن، وكمان هتساعدكم ان انتوا البرفورمانس بتاع الموسلز او الجوينت الموفمنتس بتاعتها تبدا ان هي تتحسن، فبالتالي هتحمي نفسك جدا من الاصابات، وده عنصر مهم جدا لازم تهتموا بيه اثناء التمارين الرياضيه، سواء كنت بتلعب رياضه في جيم او سواء كنت بتتمرن اي رياضه او بتتمرن في البيت. اول تمرين معانا هنحتاج نجيب بار. هبدا ان انا امسك البار بالشكل ده، هنام عادي جدا وامسك البار من ابعد زاويه ليه. كل ما انا الفيتنس او الموبيليتي ليفل بتاعها هيتحسن، كل ما هقدر ان انا ضيق ايدي على البار وابدا العب بالشكل ده. لازم اتاكد قبل ما العب التمرين ان انا المفصل بتاعي سليم يقدر يعمل التمارين دي. تاني تمرين معانا، هبدا ان انا اخلي ايدي بالشكل ده والفها لورا وارجع تاني بالبار قدام والف البار بالجنب وارجع وهكذا، وبعد كده اغير ايدي التانيه هبدا ان انا برضه اعمل نفس التمرين. دول اول تمرينين معانا. تالت تمرين هستخدم فيه الكاتل بيل. هبدا ان انا امسك الكاتل بيل واخلي الجزء اللي فيه اللي شبه الكوره فوق، وابدا ان انا اخلي ايديا 90 درجه 90 درجه 90 درجه و90 درجه اجين. خلصت رايت، هلعب ليفت هكذا. تالت تمرين معانا، هبدا ان انا اخلي كتفي فوق بالشكل ده والفه حركه دائريه وارجع لورا واطلع تاني لقدام كاني بعوم. التمرين ده برضو مهم جدا ان هو يقوي عضلات الابر باك. وكمان معلومه مهمه لازم تعرفوها عن الموبيليتي، الموبيليتي لما انت بتحسن من حركه المفصل بتقلل اللود وبتشغل العضلات اللي حوالين المفصل، فبالتالي الناس اللي عندها طقطقه كتيره بتيجي في مفاصلها زي كتفها او ركبتها
تقدر ان هي تمارس تمارين الموبيليتي، هتسهل عليها كتير حركه المفصل، وكمان هتقلل من احتماليه خشونته، وكمان هتساعدها في المدى الحركي بتاع المفصل، هتقلل احتماليه الاصابات، وكمان هتقلل حركه الطقطقه اللي ناس كتير بتعاني منها وبتواجه فيها مشكله كبيره. كل ده لازم تتاكدوا ان انتوا بتعملوا تمارين الموبيليتي دي في خلال تمارينكم او في خلال يومكم الطبيعي، تقدروا تعملوها سواء كنتوا تلعبوا رياضه او لا، هتساعدكم كتير ان انتوا تحسنوا من حاله جسمكم وحاله عضلاتكم. تابعوني في الحلقات اللي جايه، هبدا اشرح لكم عن عناصر اللياقه البدنيه، وهعلمكم ازاي تتبعوا عناصر اللياقه البدنيه سواء في البيت او في الجيم او لو شخص بيلعب رياضه. معاكم جولة سريعة مع تقاريرنا وأخبارنا، وطبعا كلنا بنتابع تطورات فيروس كورونا، وصل لفين، وصل مصر ولا لأ، طب الناس اللي موجودة في الحجر إيه اللي حصل لها. أكيد طبعا كل الناس اللي على جروب الماميز بيسمعوا الرسائل اللي بتيجي بتوترنا الأمهات. أيوة الماميز. بنيجي بقى والرسائل دي يا جماعة دايما بتوترنا وبتبوظ أعصابنا. لا ويشرب مية ساقعة ويشرب مية سخنة. مش مشكلة، عارف ناخد التحذيرات الطبيعية كتير أوكي، لكن يبقى في حالة الهلع والخوف دي يا جماعة بلاش، لأن دي ممكن فعلا يعني تبوظ الدنيا وتزود الحالة سوءا. احنا نخلي بالنا ونحتاط ونخلي بالنا من ولادنا، ولو ابني عيان بلاش انزله، حتى لو دور برد بسيط سخن بيكح بلاش انزله، انا مني نفسي اعمل ده، لكن حاله الخوف دي يعني لا تهويل ولا تهوين. ما بنقولش ان الموضوع بسيط، لكن كمان الموضوع الحمد لله لحد دلوقتي لسه تحت السيطره، وده اللي اعلنته وزيره الصحه والسكان دكتوره هاله زايد. قالت ان جميع المصريين العائدين من مدينه ووهان واللي كانوا في الحجر الصحي خلاص عادوا الى منازلهم بسلام، وانهم يعني ايه بيتمتعوا بصحه جيده. بالظبط، امبارح كانت هي موجوده في مدينه مطروح، وطبعا كان الحمد لله انقضوا ال 14 يوم بالنسبه المصريين العادين من مدينه ووهان. واكدت كمان الوزيره الحمد لله ان ما فيش اي حد مصاب اطلاقا، وان كمان الشخص اللي تم الكشف عنه وتمت وجود حاله كورونا بيتمتع بكامل صحته وما عندوش اي مشاكل وما ظهرتش عليه كمان اي اعراض لفيروس كورونا. في الحقيقه طبعا السؤال ده احنا بنطرحه دايما، يعني ازاي تم الكشف عنه؟ طب ايه اللي لازم نعمله بالشكل ده؟ يعني ازاي ممكن نعرف ان حد حامل للمرض وما ظهرتش عليه اي اعراض؟ صحيح، دي كلها تساؤلات احنا بنحاول نعرفها او بنحاول نلاقي عليها اجابه عشان نقدر كمان حتى ناخد التدابير الاحترازيه الخاصه احنا كمان. صحيح بالظبط في الموضوع. صحيح. ده على وجه التحديد، لكن نشوف التقرير مع حضرتك ونرجع مره ثانيه. بعد 14 يوما قضاها 617 شخص ما بين فرق طبية وتمريضية وجالية مصرية بالحجر الصحي، تم مغادرتهم جميعا بعد انقضاء مدة العزل، وعودة 302 من المصريين العائدين من مدينة أوهان الصينية إلى ديارهم سالمين آمنين ومعافين تماما من وجود المرض بعد ثبوت التحاليل المعملية خلوهم من الفيروس وسط إجراءات احترازية طبقت وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وقدرنا ان احنا ندير على مدى 14 يوم من اقامتهم كل الاحتياجات الصحيه الخاصه بموضوع الكورونا او الخاصه بالاحتياجات الخاصه لكل مواطن او حتى من الاطقم اللي شغاله على التيسير والاشراف. الحمد لله النهارده نقدر نقول ان كل الناس بخير ويرجعوا لبيوتهم، وانتهت فترة الحضانة وتأكدنا من خلو كل المجموعة من الإصابة، الحمد لله ما فيش أي إصابة، وسلامة كل الأطقم الطبية والإدارية اللي اشتغلت. التجربة المصرية في عزل المصريين العائدين من مدينة أوهان الصينية تعد تجربة فريدة أشادت بها منظمة الصحة العالمية في تطبيقها منذ مغادرتهم من مدينة أوهان الصينية. كان في يعني تنفيذ صارم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى اللي الحمد لله ساهمت بشكل كبير جدا في التحكم في انتقال أي أمراض. تم عمل مستشفى الإحالة جهزت على أعلى تجهيزات، 40 سرير رعاية مركزة، 40 جهاز تنفس صناعي، 40 مونيتور، معمل فيروسات على أعلى مستوى بيتعمل فيه البي سي آر اللي وفيه متوفر فيه الكتسات بتاع حالات الكورونا المستجدة. كان في الحقيقة تلقين من قبل الأطباء وعرض مفصل لكل الاحتمالات بحيث أن المخاطرة اللي احنا ناخدها تكون مخاطرة محسوبة
ونقدر نرجع بركابنا بسلامة الله. والحمد لله النهاردة احنا بنحتفل بأن كل الناس خارجين وما عندناش أي إصابات بفضل الله تعالى. الجالية المصرية بعد انقضاء فترة العزل بالحجر الصحي بمطروح انتابتهم حالة من السعادة والفرحة بعودتهم إلى ديارهم، مؤكدين على الدور الوطني التي قامت به مصر بجهاتها المعنية كافة في عودتهم سالمين إلى ديارهم. فرحانين والله إن إحنا يعني كتب لنا حياة جديدة وعمر جديد. والله إحنا وأولادنا كنا بنخاف، إحنا كنا بنموت كل يوم ألف مرة. اختيار للدولة المصرية للمكان ده بالذات وفي منطقة كويسة، والحمد لله الجو هنا كويس والخدمة كانت كويسة جدا، طقم تمريض 24 ساعة. عود حميد لأبناء الجالية المصرية العائدين من مدينة أوهان الصينية، عائدين سالمين آمنين لأوطانهم بعد إجراءات احترازية اتخذت من الجهات المعنية كافة التي كانت عند مستوى الحدث. محمد حلمي، النيل. الحقيقة أن المملكة العربية السعودية بتشهد أنواع مختلفة من السياحة مؤخرا بيتم التأكيد عليها والتركيز عليها بشكل كبير جدا، بالإضافة طبعا للسياحة الدينية، كان طبعا ظهرت سياحة الترفيه، لكن كمان مؤخرا يا عمر السياحة العلاجية. بالضبط صحيح. وقعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية مذكرة تفاهم مع إحدى الجامعات الأهلية بالمملكة العربية السعودية، تنص هذه الاتفاقية على التعاون المشترك بين الجانبين لعقد مؤتمر السياحة العلاجية بالمدينة المنورة خلال أكتوبر من عام 2020. نتابع التقرير مع حضراتكم. على هامش أعمال الملتقى العربي الثاني للقيادات الجامعية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وإحدى الجامعات الأهلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتعاون في عقد مؤتمر عربي للسياحة العلاجية بالمدينة المنورة. هذه الاتفاقية هي بشأن عقد مؤتمر عن السياحة العلاجية، سيعقد إن شاء الله في النصف الثاني من شهر أكتوبر القادم 2020 في المدينة المنورة. بيهتم هذا المؤتمر بإلقاء الضوء على أهمية السياحة العلاجية في دعم وتنشيط السياحة. المنظمة بتمد دائما وأبدا يدها بالتعاون والمساعدة وتقديم الدعم الفني والعلمي في كافة المؤتمرات العلمية. وتتضمن المذكرة برنامج عمل لإعداد وتنفيذ المؤتمر من كافة جوانبه العلمية والتنظيمية لتطوير القطاع الصحي وإعداد وتأهيل الكوادر الصحية. لا شك أنه السياحة العلاجية تمثل أحد الركائز وأحد المواضيع المهمة التي عليها يبني الاقتصاد أيضا الوطني، والمملكة العربية السعودية أيضا من ضمن خطتها ومن ضمن رؤيتها ل2030 في مجال التربية والتعليم وأيضا الصحة، ففي اهتمام كبير. يخدم موضوع السياحة إن شاء الله في المملكة العربية السعودية من ناحية السياحة العلاجية الدينية كذلك، وحيكون بإذن الله هذا المؤتمر تحت رعاية أمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة السياحة ووزارة الصحة كذلك في السعودية، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة كذلك من دولة مصر وكذلك الدول العربية، ونطمح إن شاء الله أن يكون لنا كذلك متحدثين من دول خارج العالم العربي للاستفادة كذلك من تجاربهم وخبراتهم. تعاون مشترك بين الجانبين يعكس أهمية دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية كمنظمة معتمدة من جامعة الدول العربية في مجال التدريب والاستشارات، وذلك لتعزيز التعاون العلمي والفني بين دول المنطقة. ندى إبراهيم، النيل. مصر عبر الزمن محظوظة بحضاراتها المتنوعة، فنون كتيرة جدا الحقيقة شكلت الوجدان المصري والفن المصري بشكل كبير جدا، من بينها طبعا الفن القبطي اللي بيعتبر من أبرز أنواع الفنون في تاريخ مصر والحفاظ على هويتها. بالظبط يا كريمة، طبعا الفنون مصر الحمد لله ذخيرة بكل أنواع حتى الحضارات وكل أشكال الفنون اللي موجودة في مصر، منها بالتحديد الفن القبطي بيعتبر من أبرز أنواع الفنون في تاريخ مصر، وكمان الهوية بكافة تفاصيله في الحياة القبطية في مصر. الأيقونات القبطية بتعتبر من أهم عناصر النوع من الفنون اللي موجودة في مصر، وتأثرت بشكل كبير جدا بالملامح الفرعونية. نروح للتقرير مع حضرتك. تعتبر الأيقونات القبطية من أهم عناصر الفن التي يتزين بها الكنائس والأديرة الأثرية، ويظهر بها مدى تأثيرها بملامح الفن الفرعوني الأصيل والحضارة المصرية القديمة. المهنة بتاعتنا دي من قديم الأزل، يعني من العصر الفرعوني والإغريقي تطورت، وبعد كده الروماني، وبعد كده العصر القبطي أو العصر البيزنطي كان من أزهر عصور في الفن القبطي أو في الفن المسيحي، نتيجة للاضطهادات والحاجات زي كده اللي هي الرومانية
مع التطور الفنان المسيحي ابتدى يستخدم أشغال الخشب، لأن الخامة دي كانت متاحة بالنسبة له ومتوفرة وسهل الشغل فيها. ابتدى يطور منها، واحنا ابتدينا ناخد من العصور دي نبتدي نشوف الفن بتاعهم ماشي ازاي. التراث دوت واخد بيرتكز على نقط معينة في الفن، الرمز بتاع الهالة، الحاجات دي كلها ابتدينا احنا ايه نتوارثها ونبتدي نكمل عليها. فها هو ريمون رزق صاحب أقدم ورشة للزخرفة والنحت على الخشب لصناعة الأيقونات المسيحية في محافظة الفيوم، والذي ورث مهنته عن والده وأجداده. الورشة دي بقى لها تقريبا 50 سنة، وكانت بتاعت والدي، أنا ورثها عن والدي، المهنة دي ورثناها عن والدي، وكان شغال في المهنة دي من حوالي من قبل 50 سنة، بس هو عمل ورشة الخاصة به من 50 سنة تقريبا يعني. والورشة تطورت من أعمال القيمة والحفر على الخشب للأوض النوم والأنطريهات والحاجات دي، وحاليا دلوقتي شغالين في الأيقونات المسيحية. الفن القبطي فن نابع من بساطة الحياة اليومية، اهتم بكافة الأشكال الفنية التي تخص الكنائس والأديرة وكافة تفاصيل الحياة القبطية في مصر. الدول العربية اللي حوالين مننا اللي شافت معاناة ونزح عدد كبير جدا من أهلها لدول برضو عربية شقيقة، حاولوا ان هم يخلوا حياتهم حلوة، حاولوا ان هم يستمتعوا بحياتهم، يجدوا نفسهم فرصة عمل كويسة، وكمان يقدموا حضارتهم وثقافتهم وتراثهم للشارع عشان يكونوا مميزين. ده اللي عمله احد اليمنيين وهو عامل مقهى واسمه خلدون العزب، اللي قام بعمل مش بس بيقدم القهوة والمشاريب لرواد المقهى الخاص به، لكن كمان بيرقص لهم بالتراث اليمني. بالظبط، في الحقيقة طبعا خلدون العزب اصبح يمكن ايقونة في اليمن بمعنى صح، بيقدم الفن لجمهوره مع المشروبات في وقت واحد بالعاصمة الأردنية عمان، وصباح كل يوم بيرتدي العزب زيه اليمني التقليدي، وبيقف خارج المقهى يؤدي رقصات تقليدية جلبها معه من بلاده لاقتداء الزبائن، وينتمي العزب في الأصل لمحافظة أب اليمنية، وجاء للأردن عام 2018 باحثا عن فرصة عمل، وبيعتمد العزب في أدائه اليومي على ما يحمله في وجدانه من تقاليد وموسيقى يمنية راسخة وأصيلة، وبيعد الرقص بالنسبة له رمز وأيقونة بتعيد له الذكريات العزيزة اللي كان يشاركها مع أصدقائه وعائلته في الوطن. يعني زي ما احنا شفنا رقصاته الحقيقة هي يعني تحس ان هو بيدور على حياة، عايز يفرح. عايز يفرح. ده شيء إنساني يعني راقي جدا، وكمان بره الصندوق بصراحة. يعني المسألة مش مسألة ان انت ركنت بعربيتك وبتشرب قهوة او شاي او ايا كان، لا، انت كمان بتتفرج على فن. فقرة صغيرة بالظبط بتبهجك يعني. لكن هو في الحقيقة طبعا يمكن كل واحد بيشوف نفسه وبيلاقي نفسه في طريقة معينة، هو حاسس انه بيصنع بهجة، مبسوط باللي بيعمله، بس هو لطيف يعني. بص الرقصة بتاعته كمان لطيفة جدا. مبهج جدا على فكرة. الموهبة بقى مش بس زي ما شفنا مع خلدون العزب، كمان خلونا نروح لتونس. حداد قدر ان هو يستخدم الحديد، هذا المعدن الجامد الصلب اللي بنستخدمه في الحاجات اللي هي بتبقى محتاجة مجهود شاق او شغل صعب، قدروا يطلع منها مقطوعات فنية. بالظبط، في الحقيقة طبعا الانسان بيمتلك موهبة كبيرة جدا، وبيقدر يتنوع كمان ما بين حين واخر، وكمان زي ما بيقول الخبر انه من جوف الصخر بينبت الزهر. الحقيقة طبعا المقولة دي أنا مقتنع بيها تماما، فالحداد التونسي محمد الشريطي بيمتلك الموهبة، وتمكن من تحويل بقايا قطع الحديد الصلب الخردة إلى أعمال فنية بتنبض بالحياة، محققا شهرة تجاوزت حدود المكان وحدود مدينته كمان. وبيصنع الشريطي بإتقان وبراعة أعمال فنية شديدة الحبكة والتعقيد من بقايا الفولاذ على مدار ما يقرب من 4 عقود، مما حوله إلى ملك يتربع على عرش هذا الفن في مدينة نابل الشمالية الشرقية. بدأ الفنان الحدادة من عمر صغير جدا، ويبلغ من عمر الآن 53 عام، وبيعمل في ورشة أبيه عندما كان صبيا في حوالي سن 13 سنة، ودفعه الشغف إلى ابتداع تماثيل كبيرة على هيئة حيوانات وأشكال وقطع أثاث وأبواب ولوحات وهدايا صغيرة، وبيستخدم الشريط القطع المعدنية فيها، وكمان اللي هي الأعمال الفنيين اللي شغالين في السيارات كمان بيستخدمهم. يعني بيعمل ريسايكل كمان يعني. بالظبط بالظبط، هو بيستخدم الريسايكلينج أو إعادة التدوير من جديد، وبالحماية وبالتقطيع وبالأشكال وبالفن بيصنع فن خاص فيه
في فن الحداده. عشان كده دايما يعني بيقول عين الفنان غير عينينا، يعني نتمنى طبعا ان احنا نكون فنانين يعني، بس هو بيشوف كل حاجه بشكل مختلف بمنظور مختلف، وبيقدر يتخيل من حته الحديد اللي انت شايفها حاجه لا خلاص انت هترميها، هو بيشوفها لوحه فنيه. ده صحيح، حتى ده بص التروس تحذيرات بقى ان احنا بادئين موجه بارده، وخدوا بالكم يا جماعه والبسوا هدوم تقيله. يمكن اليومين اللي فاتوا كانت الشمس كانت يعني او الجو كان مشمس شويه، لكن من النهارده في موجه برد. نعرف تفاصيل اكتر معانا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات تنبؤات الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، اهلا وسهلا. صباح الخير دكتور. صحيح في موجه بارده ان شاء الله تبتدي من النهارده ولا الكلام ده مش مظبوط؟ هو النهارده وبكره في انخفاض اخر في درجه الحراره، يعني امبارح في القاهره سجلت 19 درجه، متوقع النهارده 18 او 17 وبكره نفس الكلام 17 ل 16. فطبعا درجات الحراره اقل من المعدلات. استمرار ارتداء الملابس الشتويه شيء ضروري خلال هذه الفتره ومتابعه النشرات الجويه. في تقلبات جويه طبعا وفرص سقوط امطار، وده بادئ منذ الساعات الاولى من الصباح على السواحل الشماليه ومناطق من شمال الدلتا. متوقع ان تمتد فرص سقوط الامطار الى القاهره ومحافظات سيناء ومناطق من شمال الصعيد. ده النهارده بس يا دكتور ولا الموضوع ممتد؟ النهارده وبكره ان شاء الله. النهارده وبكره، لكن بعد كده في اعتدال للطقس. بعد كده ان شاء الله في استقرار اعتبارا من يوم الخميس باذن الله. طيب بنتكلم عن فرص سقوط الامطار، يعني هل يعني موضوع بسيط كده ولا لا؟ يعني ممكن يرقى للسهول يعني؟ ان شاء الله لا، القاهره طبعا من الخفيفه المتوسطه، ولكن سواحلنا الشماليه ممكن تكون غزيره في بعض الاماكن. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا يا فندم. يمكن قبل كده عمرو اتكلمنا عن ان المغرب قدرت انها تجتذب السياحه، سياحه التصوير السينمائي بقت هوليوود ارخص كمان، ارخص كتير جدا، فكله بيلجا ليها دلوقتي، بيلجا ليها، وفي افلام كتيره جدا عالميه الحقيقه اتصورت هناك. هنشوف دلوقتي صوره هي مش مكان في مصر ومش معبد فرعوني، لكن ده استوديو أطلس السينمائي في مدينة ويرزارات الواقعة جنوب شرق المغرب، واللي بتشتهر باسم هوليوود أفريقيا، وقدرت أنها تجتذب زي ما عمرو قال صناع السينما لأسباب كتيرة بقى، منها التسهيلات والتيسيرات اللي بيتم تقديمها في أفلام كبيرة جدا. زي شوف المغرب الكريمة، هي فيها عايز ثلج هتلاقي ثلج، عايز خضره هتلاقي خضره، صحراء عايز بحر هتلاقي بحر، عايز صحراء هتلاقي صحراء، عايز خيول وجمال هتلاقي. فالفكره اللي هو يعني الكوليكشن اللي حاصل ده والتكوين اللي حاصل ده التكوين الجغرافي ساعد كتير جدا طبعا ان يكون موجود الموضوع بشكل كبير جدا. ده خلى افلام كبيره جدا زي ما قلنا لورانس العرب، المامي، مسلسلات زي بريزن بريك، جيم اوف ثرونز، من الحاجات الاعمال المهمه جدا اللي اتصورت هناك. في الحقيقه كمان المغرب قبله سياحيه مهمه جدا بتجذب محبي الافلام من جميع انحاء العالم، وبتقع المدينه على بعد حوالي 600 كيلومتر جنوب العاصمه الرباط، وبها اكبر استوديوهات سينمائيه في افريقيا. تم انتاج نحو 50 فيلم بها، فاز عدد كبير منهم بجوائز دوليه. يعود تاريخ المدينه لعقود عندما اختار المخرج الانجليزي ديفيد لان عام 1962 المدينه لتصوير فيلمه الشهير لورانس العرب. منذ ذلك الحين باتت المدينه وجهه للمخرجين والمنتجين العالميين، وبيساهم في مجال السينما في مدينه ويرزارات ايضا توفير وظائف لشباب المدينه، وتدر عمليه انتاج الافلام الاجنبيه حوالي 200 مليون دولار كل عام وفقا للمركز المغربي للسينما. طبعا رقم صناعه مهمه طبعاً. جدا، ويعني طبعا يعني المغرب يعني احنا سعداء طبعا ليها، لكن احنا كمان طبعا بنغير على بلدنا، ونتمنى كمان ان احنا مصر تجتذب السياحه الخاصه هي بالانتاج السينمائي العالمي. سافر المغرب، انا سافرت المغرب، يعني لا بلد جميله، بلد ممتع جدا، وشعب ودود كمان، وفيها تنوع، فيها تنوع كبير. طبعا مصر اعتقد ان هي عندها اكتر بكتير، لكن احنا مش عارفين نسوق نفسنا زيهم بشكل هو ده النقطه يا عمرو اللي بتكلم فيها، هي فكره التسويق برضو. احنا عندنا اماكن مفتوحه بقى، مش هنبني ديكور، وفي الوقت نفسه ده هيكون ترويج للسياحه. ده صحيح. سريعا نروح على بريطانيا، واللي شهدت اضطرابات واسعه في حركه النقل البري بعد وصول عاصفه دانس اللي اغرقت مناطق عده في البلاد بفيضانات ناتجه عن هطول امطار غزيره. لسه في انذارات كبيره جدا مرتبطه بالفيضانات قائمه في عدد من المناطق العديده في البلاد، ولسه ما زال الامر قائم
ان يحصل موجه اكتر من كده وبالتالي هتتعقد الامور بعض الشيء. خلينا نشوف التقرير من حضرتك ونرجع مره ثانيه. 5 تحذيرات قصوى اطلقتها بريطانيا بسبب السيول محذره من الاخطار على الحياه بعد ان تسببت العاصفه دينيس في هطول امطار تعادل امطار اسابيع في مناطق من انحاء البلاد. ووضعت هيئه الارصاد الجويه البريطانيه 220 تحذيرا بحدوث فيضانات في انجلترا، وكذلك 24 تحذيرا لويلز و12 تحذيرا لاسكتلندا. وحال التاهب القصوى او الدرجه الحمراء تعني التحذير من ظروف جويه خطيره قد تشكل خطر الموت مع مخاوف من اضطرابات في امدادات الطاقه ووقوع اضرار في منشات البنيه التحتيه. وقال خبراء الارصاد ان مستويات الانهار في اجزاء من شمال انجلترا لم تصل بعد الى ذروتها، بينما فاضت مياه نهرين في جنوب ويلز ما دفع عمال الانقاذ لاطلاق عمليات اجلاء مئات المواطنين وحيواناتهم العالقه في منازلهم. هذا وتسبب الطقس السيء في هبوب رياح وصلت سرعتها الى اكثر من 145 كيلومتر في الساعه وهطول امطار تجاوزت 150 ملم مطلع الاسبوع الجاري. ويأتي ذلك بعد أسبوع واحد من العاصفة كيارا التي أدت إلى تعطل حركة النقل وإغراق منازل بالمياه وقطع الكهرباء عن آلاف السكان في بريطانيا. ده لسه في بريطانيا اللي بتعتزم الحكومة البريطانية استثمار 1.2 مليار جنيه استرليني عشان تطور ما وصفته بأنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق في العالم، هيقدم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ. في الحقيقة كمان بيستخدم الكمبيوتر العملاق الجديد اللي بتديره هيئة الأرصاد الجوية في البلاد للمساعدة في التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات المناخية العالمية. وبيقدم الجهاز تنبؤات أفضل للمطارات بتتيح لها الاستعدادات لأي طوارئ، كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلا. وبينتهي أجل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية بهيئة الطقس البريطانية في أواخر عام 2022. الحقيقة يعني مبلغ كبير جدا اللي هيتم استثماره في الجهاز ده، يعني مع احترامنا طبعا الاستثمار فيه، احنا نستثمر اكتر في اصلاح البيئه اللي بسببها يعني بعد ما باظت خالص بسببها بقينا نشوف العواصف غير المتوقعه ونشوف درجات الحراره المختلفه اللي بيحصل فيها ودي انجلترا بالظبط. فيعني والبرد عندنا كمان بقى برد جدا والحر الحر جدا بقى حر جدا يعني فالاختلال في التوازن البيئي هو سبب المناخ الصعب اللي احنا بقينا نعيشه دلوقتي. طب ايه، نروح بقى نتابع اهم واخر اخبار الرياضه. نروح طبعا لزميلتنا ياسمين القفاص بعد الفاصل نشوف الاخبار الرياضيه ونعود لحضراتكم جديد في استوديو هذا الصباح. ابقوا معنا.